بالمناسبة يعني بمناسبة الكلام برضو عن سان داونز وتأهل النادي الأهلي، في ناس كتير بتعتبر أن بعد هذا الفوز المستحق على سان داونز والتصعيد اللي عن جدارة للنادي الأهلي، مهمة الحصول على النجمة العاشرة بقت من أسهل ما يمكن من وجهة نظر البعض. فهل هي بالسهولة فعلا اللي الناس دي بتتكلم عنها، ولا برضو في مساحة كافية لوجود مفاجآت، وخصوصا أن احنا عندنا الخطوة اللي بعد كده ماتشين مع الترجي، والترجي برضو من الفرق الثقيله اللي ليها تاريخ واللي ليها دايما وجود قوي لما بتلعب النادي الاهلي ايا كان البطوله. اللي معش بين جدران النادي الاهلي يعرف ان انت مكتوب عليك، ودي الحاجه اللي احنا بنتميز بيها، ان احنا جمهورنا 90%، انك انت على طول على طول كل الفرق اللي هي بتقابلك ما بتقابلكش الا بدرجه 99.9. لو بتلعب اقل فرقه في الدوري هتلاقيها في احلى واعلى حالاتها، بص تلاقي القتال والجري من اول دقيقه، وتشوف غزل المحله بيجري. انا قلت الناس دي واخدين المنشطات ولا ايه؟ انت عارفه تشوفي بيخش بيكنس ازاي بالرجلين وبتاع، مفيش حمايه. فكل الفرق بما فيها الترجي مفيش ماتش هيبقى سهل، وعشان كده احنا ابطال، لانك انت دايما وانت بتلعب مفيش ماتش سهل، ما بتنزلش تلاقي فرقه يعني ايه بتأدي قدامك اداء سلس كده ولذيذ وكره. حتى سان داونز اللي كنا بنقول عليهم بيلعبوا الكره الجميله والكره البرازيليه، احنا شفنا الماتش اللي فات اول مره انا اصدم ان انا الاقي سان داونز بتلعب بالشراسه دي وبالقوه ديت وبالعنف ده من اول دقيقه. فده معناها ايه؟ ان النادي الاهلي باستمرار في القمه، وكل الانديه اللي بتلعبه سواء أندية قوية أو أندية أقل بيبقى فيه حتة إن أنا لازم أنال من النادي الأهلي، وده اللي دايما بيخليك دايما متفوق عن زمايلك سواء في المحلي أو في الأفريقي أو حتى في الدوري. إحنا خدنا ثالث عالم من تيم برازيلي جامد قوي وأنت بتكسبه، فده برضه يعني مخزون للنادي الأهلي. وأعتقد إنه الماتشات اللي جاية ما فيش حاجة اسمها سهل في النادي الأهلي، خدها القاعدة. لو بتلاعب أقل تيم في الدوري، لو بتلاعب أقل تيم في أفريقيا، ما شفنا سيمبا كان بيلاعبنا عامل إزاي. صحيح. وبعدين بيتغلب 4. في ملعبه في أظن كان في ملعبه. كان في ملعبه. 4. وإحنا شوف كان الأداء الشراسة، وحتى بالنسبة للتحكيم، إحنا عانينا من التحكيم ماتش سان داونز الاولاني، شفنا الراجل الجول. لا ده كان كارثه يعني غير طبيعيه. انت شفت يا نهوند ظهر شريف عامل ازاي؟ ده احنا عرضناها هنا يا كابتن. مش كره مشتركه في الاول، دي حادثه يعني. وقلنا علقنا قلنا دي جريمة يعني قد تنهي حياه لاعب، يعني خطا العمود الفقري طبعا اللي فيه كل الاعصاب، اللي فيه كل حياه البني ادم اللي بتوصل للمخ. وبعدين الله ما شاف ولا الحكم شاف. وبعدين في بينالتي تاني برضه لشريف، برضه قبل البينالتي ده من ناحيه الجنب عدى، وبرضه راح الراجل راح كانسو، وطبعا الحكم ما كانش. طب احنا ايه العكوسات اللي بنواجهها بقالنا فتره دي، سواء في يا اما في عدم وجود فار في مباراه، يا اما في وجوده بس بشكل زي قلته في مباراه، يا اما باخطاء تحكيميه مش منطقيه، يا اما بعنف زايد من الفريق المنافس. يعني الاهلي يعني تحس ان مجهود اللعيبه مش بس رايح في الملعب كخطه وتنفيذ الخطه، لا ده كمان في صعوبات كثيره مضطرين وعراقيل كثيره مضطرين يخوضوا فيها. ما هقول لك ايه، احنا قدرنا ان احنا في قاره افريقيا، وقاره افريقيا طبعا من يعني محتاجه شغل. واحنا تفاءلنا جدا ان رئيس الكاف اللي جه صديق قوي جدا للكابتن محمود الخطيب. وشفنا قد ايه لما الكابتن طلب منه المدرب بتاعه ادهولنا في وقت. هو طبعا دلوقتي رئيس الكاف، كلنا كنا متوقعين ان شاء الله على ايده هيبقى فيه حاجه حتى على المستوى الافريقي. مستوى مصر يمكن الانتخابات يمكن تفرز حد، لكن على مستوى الكاف انا بشوف انه الراجل كان في كل لقاءاته قبل الانتخابات انه الفار هيبقى موجود وانه هيعمل وهيسوي. فاول قرار يجي راح لاغي الفار من دور الثمانيه. يعني الفار ده مهم جدا، لانك انت بتخرج، وزي ما النادي الاهلي بعت له في الشكوى الحكم السنغالي بيقول له يا اخي انت الاخطاء المتكرره من الحكام عمليه خطيره جدا. الملاعب اللي انت بتلعب في ملاعب احيانا غير مستوى وغير ادميه، بتروح في مكان
احنا شفنا حتى في صن داونز اللي هي مفروض جنوب افريقيا يعني قمه الثقافه، وقفوا الاتوبيس واعتادوا على اللعيبه واعتادوا على المدير الفني حتى باللبس، وشفنا رد الفعل قوي جدا من المسؤولين في جنوب افريقيا ان هيحققوا في المشكله ديت. هو حصل اعتذار واتاكد ان البعض وليس الكل، وموسيماني يتكلم موسيماني يتكلم ان هو يعلم من هو خلف يعني الواقع، هم جاوا صوروا الناس، وده اللي بيعمل كده جنوب افريقيا هم اللي بيعتذروا.